بلال، سوري معلش استنى هيدا السؤال. طب ليك سأل انت برجع انا بفوت على اوكي. الخط. لا بس لما عم نحكي عن هذا الوسط، ولانه اليوم بلال عم يعمل نقلة نوعية، نقلة نوعية هي مش بس انه هو بطل يغني وصار يرنم. الترنيم هو حالة خاصة، الترنيم هو شيء مش بس مجرد كلمات ومشاعر واحاسيس، صحيح. انت عم ترنم لإله، انت عم تعيش كل كلمة عم تقول له اياها. امين. هذا الوسط بوقت معين، اليوم انا كنور قبل ما اكون ماني باي وسط، لما كنت بعيد عن الرب بمرحله بحياتي في رواسب ضلت معلقه فيني بهيدا الشيء، ولما تغيرت على مدى سنين ولليوم بقول يمكن صار لي ما بعرف 9 سنين مسلم حياتي للرب من اول وجديد، بشوف انه في اشياء لحد اليوم بعاني منها. اليوم بدي اسالك ولو هيك عم بحرجك شوي، أبداً. شو اللي بعد بتحسه مرسب من هيدا الشيء وبعدك هلا اليوم بهيدي المرحله عم تبلش تصارع معه كشخص بده ينعم؟ لانه اكيد في صراعات، اكيد عم تمر بمرحله وكل يوم عن الثاني عم يفرق نضوجك مع الرب. نعم. فشو الشيء اللي هلا اذا بدنا نقول باطار الفن بقدر اكد لك انه انا ما بقى بيعني لي ولا واحد 0%. حلو. ولا شيء. هلا انا هدفي اني ارنم ليسوع المسيح، هدفي اني اشتغل بالسات 7 ووصل كلمه الرب بشكل جيد من خلال الاعمال اللي انا بعملها بالسات 7. هيدا هدفي. بكل ضمير مرتاح، بكل اذا بدك شفافيه هالقد ما بقى يعني لي ابدا 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 على اطلاق الفن. لو شو بده يجيني بقول لهم انا بدي ارنم ليسوع المسيح لا اكثر ولا اقل. بالشخصيه في كثير امور. كثير 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 صراحه. انا كل يوم هيك خلينا ناخذها شوي. انا كل يوم بمشي مع يسوع، كل يوم بحكيه، كل يوم بتسير انا وياه، كل يوم بخبره شو في عندي. مثل حيالله انسان بهالدنيا، انا عندي كثير مشاكل، في عند كل انسان منا في بقلبه جيوب، هالجيوب بده يطفيها ويملى محلها الروح القدس. كل يوم انا بصلي له عده امور بحياتي. بدك خبرك شو هي؟ لا مش ضروري. بس انا امين انه شوي شوي رح اطلع منها. مثل ما كنت احكي يمكن شيء بذيء، بطلت احكي شيء البذيء. في كثير ناس ما كنت احبهم بحياتي، ابدا ما كنت احبهم. اليوم انا بحبهم وبصلي لهم. في كثير ناس يمكن اذا كنت سلم عليهم كنت اقرف. لا انا بحاجه ان اليوم ان اعبطهم وطعميهم واحبهم، لانه يسوع هو اللي بقلبي ويسوع هو اللي عم يشتغل. وفي كثير مواضيع. سمعت انه عندك صبي. نعم. يكونوا معنا قد ايه؟ في اعرف عمره تقريبا. ايه شفته انتبهت. عمره 8 سنين. 8 سنين. طيب بظن ابنك وعي عليك بين قبل وبعد اذا بدنا نقول. نعم. شي مره اجى سالك بابا شو صار؟ وانت هلا اذا كيف بتجاوبه؟ على اي اساس بتبلش تربيه؟ واذا اجى في يوم من الايام وقال لك انا حابب غني، شو بتقول له؟ كيف؟ حلو كثير السؤال. صراحه انا ولا مره بهيدي ال10 سنين خليت جوناثان يحس انه انا برات هذا الاطار. بهيدي ال10 سنين كنت عم صلي انا وياه كل يوم وفهمته عن يسوع المسيح وقلت له مين يسوع بالنسبة لإلي وبالنسبة شو بحياتنا. هذا الشيء كثير هيك بأثرني لإلي. جوناثان بيعرف كثير منيح مين يسوع، بحب يسوع كثير، وهلا هو كثير مبسوط وكان كثير يشجعني بالفترة اللي أنا ما كنت روح فيها على الكنيسة صراحة. مثل كأنه كان صوت من الرب، كان على طول إنه يقول لي إنه بابي لازم ننزل على الكنيسة. كنت انا اذا بدك سكته انه لا هلا ما الي جلاده، هلا ما بدنا نروح، هلا ما نشوف شو بعدين شو ما نعمل. لوقت ما اخذت القرار واجاني من الرب وهلا بينزل معي على الكنيسه ونحن كثير مبسوطين. واذا اجى قال لك في يوم من الايام انه انا حابب اجرب غني، انه انت اخذت فرصتك، انا خليني اخذ فرصتي، كيف بتواجهه؟ شو بتقول له؟ أنا صراحة أؤمن إنه من يدخل إلى الحظيرة لم يخرج خارجا. بقى جونا بيعرف يسوع كثير منيح، رح يعيش حياته مثل ما هو لازم. في ناس بيفتكروا إنه إذا نحن جينا لعند يسوع بطلنا نقدر نعيش، بطلنا لا ناكل ولا نسهر ولا نحضر تلفزيون ولا إنه خلص وعقدنا حالنا. لا، الحياة كثير منيحة وكثير حلوة عن جد. بس أكثر شيء بنصير نتغير، بنصير نفهم الأمور بشكل صح. بنصير نفهم الامور بشكل اذا بدك انضج واهذب وافرح وكل شيء حلو. كل شيء حلو بفهم، يعني بتتركه يختبر، بتضلك انت ماشي معه مثل ما الرب يسوع كان ماشي معه. امين امين. اكيد.
هلال المستقبل. اليوم اخذ خطوه وكنا حضرنا قبل شوي الفيديو كليب اللي كثير حلو. اللي رنمت فيه واللي بلشت يمكن بهيدي الخطوه وانت عامل اشي حتى قبل. بس اليوم بلال كيف شو بيفكر؟ هل هو ترنيم رح يكون خدمه بالايام الجايه رح تفوت اكثر باسم يسوع رح تصير هيك او لا بتفكر انه تبقى بهيدا المجال كل فتره وثانيه تطرح كليب كل فتره وثانيه تعمل؟ انا صراحه كثير على قلبي اني رنم للرب واخذ هيدي الخطوه بشكل جيد. بس مثل ما بنعرف كلنا سوا انه انتاج هيك اعمال كثير شوي كمان مكلفه. وحابب صراحه بهذا الاطار انه نعمل شيء جديد، فكره جديده، ترانيم جديده تمجد الرب من خلال هذه الاعمال. انا بشتغل هلا بسات 7 برودكشن، بحبها كثير 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 هالمحطه. هي اللي حضنتني وهي اللي فعلا من خلالها انا قادر اني اعطي الافكار اللي عندي وقادر اني اوصل كلمه الرب من خلال هالمحطه. وان شاء الله بالايام الجايه كمان اقدر رنم للرب وينفتح لي بواب انه اقدر نعمل هالترانيم ونمجد الرب من خلال صوتي العطاني. تحب تحكي لنا شيء عن الكليب؟ مين صوره؟ الكليب صوروا خينا روي ابو خليل وشاركوني من اعضاء الكنيسه خيي كمال وزوزو. وزوزو الثاني وصراحه والقسيس كمان بوجه له تحيه، عطينا الكيبورد وهيك ومشينا الحال. نحن كثير مبسوطين بلال بوجودك معنا. الله وانت قلت انه هيدي المحطه بتحبها وهيدي المحطه كلها بتحبك. رح نحضر مع بعض هلا ريبورت نشوف الموظفين بصات 7 شو حكوا عن بلال. صورنا معهم وقلنا هيك حكوا عن بلال هيك كلمه وحده شجعوا لبلال تشجيع، فكان في هيك اللي قدرنا نصور معهم بهداك اليوم. واكيد مش رح نخليك تفل قبل ما نسمع ترنيمه كمان. امين. فرح نشوف الريبورت ونرجع نسمع معك ترنيمه. اوكي.